لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. من بين الأسئلة التي بدأت تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي هي إمكانية معاقبة الشخص الذي سيرفض أخذ لقاح فيروس كورونا، خاصة مع تداول بعض الوثائق المفبركة التي تؤكد ذلك. المعطيات الرسمية التي تتوفر عليها أخبارنا تؤكد أن عملية التلقيح ستكون تطوعية بشكل كامل، أي أن لكل واحد من الحق في رفض أخذ التطعيم دون أن يتعرض لأي متابعة قانونية، إلا أنه في مقابل ذلك يمكن أن يجد الشخص الممتنع نفسه في مواجهة مجموعة من العراقيل مستقبلنا، حيث لن يكون بوسعه السفر إلى الخارج بدون وثيقة تثبت أخذه للتطعيم، وهو ما أعلن عنه بشكل رسمي الاتحاد الدولي للطيران. كما أن الشركات المغربية قد تحدو حدو نظيرتها الأوروبية التي أعلنت عن عدم تشغيلها لأي شخص لم يتلقى لقاح كورونا في قادم الأشهر، وهو ما قد ينطبق أيضا على ولوج بعض الوظائف العمومية أو المعاهد الاستقطاب المحدودة. للإشارة، فإن جميع الخبراء المتخصصين في علم الفيروسات سواء بالمغرب أو في أوروبا وباقي دول العالم كانوا قد أكدوا أن لقاح سينوفارم الصيني آمن جدا ويوفر درجة عالية من الحماية ضد فيروس كورونا قد تصل إلى 95% مع عدم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة على المتطوعين والذين فاق عددهم 1,000,000 شخص. نشكركم على حسن المتابعة.